هو يحب الناس اللي خلقهم ما يريد الناس اللي خلقهم أن يذهبوا إلى الهلاك. hat einen Ausweg geschaffen aus dieser Sackgasse. وهو شاف طريق هذا الطريق المسدود الرب فتحه هذا الطريق. und hier sieht ihr das Kreuz. أنتم ترون هنا الصليب. Das Kreuz sieht auch aus wie ein Plus, wenn man es genau anschaut. وإذا ترون بتمعن على هذا الصليب يشبه حرف الزائد. Warum ein Plus? ليش علامة الزائد؟ Weil durch Jesus Christus alles, was du im Minus hast, zu deinem Plus kommt. لأنه في الرب يسوع المسيح كل شيء أنت لا تمتلكه، كل شيء ناقص في حياتك، المسيح يزيده لك أضعاف. Es geht nicht darum, reich zu sein in dieser Welt. الشيء المهم في الحياة ليس هو الغنى والمال. Sondern es geht, reich zu sein bei Gott und im Himmel. لكن الشيء الحقيقي والمهم إنه أن نكون أغنياء في مال الله وأن تكون لنا السماء. Denn die Bibel sagt, die Welt und ihre Lust vergeht. الكتاب المقدس يقول العالم وشهواته تمضي وتزول لكن الذي يصنع مشيئة الله هو الذي يرث الحياة الأبدية وأنت لازم أن تسأل نفسك هذا السؤال ما هي مشيئة الله لحياتي Sein Wille ist, dass du ein Kind Gottes bist مشيئة الله هي أن تكون ابنا له وأن تكون لك الحياة الأبدية. dass du das ewige Leben erbst und dass du nicht mehr blind in dieser Welt rumtappst. أن ترث وأن تمتلك وتحصل على الحياة الأبدية ولا تكون ضال وأعمى في هذا العالم. es muss kein Mensch in Ewigkeit verloren gehen wegen seinen Sünden. الله لا يريد أن الإنسان أن يهلك بسبب خطاياه. Du darfst Vergebung finden deiner Sünden bei Jesus Christus. أنت ممكن أن تحصل وتنتفع من كفارة المسيح لكي ما تغفر خطاياه. Viele Menschen werden morgen Ostern feiern, aber wissen gar nicht warum. Die Auferstehungsfest. كثيرين من الناس غدا سوف يحتفلون بعيد الفصح ولكنهم لا يفهمون ولا يعرفون لماذا يحتفلون بهذه المناسبة. ناس كثيرة يأخذون الأرنب أو البيض للفصح. لكن المعنى العظيم والحقيقي لعيد الفصح هو أن الله تجسد وصار هو مخلصا للإنسان وخلص الإنسان من خطاياه. Die Menschen in den Religionen sind in Ungewissheit. Sie wissen nicht, wenn sie sterben, wo sie hinkommen. Sie sagen, ja, Gott weiß. الناس في الأديان لا تعلم كيف تذهب وتصل إلى السماء وتعيش في حيرة من أمرها ما تعرف هل هي مخلصة تدخل الجنة أم لا. Und die Menschen sagen auch, ja, wer ist denn von jener Welt gekommen und hat uns Information darüber hinausgegeben, wo wir hinkommen? Was